عبدو ساعدنا، سعد رينار بالدرجه الاولى. رينار غاب عن الكره السعوديه اشهر طويله، ولكن يقول انا كنت متابع في حواره الاخير اللي بثه المركز الاعلامي للمنتخب السعودي، وقال فيه كلام جميل الحقيقه. هو رجل متحدث بشكل رائع الحقيقه، هو دائما اعلاميا متحدث بشكل رائع. ساعده الحارس صامبي ولا الكسار؟ لا صامبي او اليامي. صامبي طيب كإمكانيات، لا هو فارق كواحد يلعب، هو يلعب الصامبي يلعب. مع غياب مندي في الأهلي صار يلعب مباراة الأخيرة يلعب وجيد. الباقي يمسكون ويدك على قلبك. من الظهير اليمين لليسار، سعود، حسان، بليهي، ناصر. كلكم اخترتوا بليهي، مع أن منشين يقول هابط مستوى، بس راح منشين يرتفع مستواه. لا لا، من البديل أنت قصدك الأجانب؟ لا 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 لا، أنا أقول البليهي منشين يوم كان موجود يقول أنا استبعدت أن المستوى هابط، راح منشين بسرعة رتفع مستوى البليهي ورجع. لا لا بس اصبر، لا البليهي هابط مستوى. طيب هابط مستوى الحقيقة. طيب كمل ظهر اليسر. فناصر فصل ناصر. أي ناصر. أي فما ما في هالبلد إلا هالولد. يعني ياسر ياسر. لا ما حيلعب ياسر. يلعب، انت اعطيتني تشكيلتي. طبعا تشكيلتي بينا ساعده ولا دهوره. لا طبعا تشكيلتك. اي طيب النص فيصل الغامدي، سلمان الفرج طبعا، ثمانيه، واعتقد ممكن كنو اذا رجع او مصعب الجوي. كنو ما يلعب المباراه، موقف كنو موقف كنو موقف طيب. كنو يلعب اللي بعدها وموقف ثلاث مباريات، هذه اخر واحده. مبارتين. لا ثلاث. طيب اذا الفيصل مصعب وسلمان. سلمان فيصل مصعب. إيه؟ ثلاثة. إيه؟ ثلاثة. إيه؟ من ستة. إيه؟ فيصل الغامدي. منتخب الأولمبي هو حر. لا 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 منتخب الأولمبي ستة. حقك ثلاثة مع البطولة اللي حققناها في غرب آسيا. إيه؟ وكأس آسيا كان هو ستة. طيب عطنا وحتى في الاتفاق كان ستة. حلاعب الصحبي راس حربة. المشكلة أطراف هنا بدينا ندوخ، عرفت؟ ودينا الصحفي طرف تلاشنا، ودينا الصحفي الحين طرف. مشكلة صراحة ما في يعني تحس هذا كان عنده وقت وتورط. لا إيه أقول لك تفاجئني. أنا أختلف معكم، أنا أقول إنه رينار بيلعب 4-5-1. شوف بتر، خلينا نرجع لرينار نفسه كيف لعب. هو يحب 4-3-3. أسوأ مباراة. أسوأ مباراة لأن أول مباراة يلعبها بعد العودة ما يبغى يخسر. إيه؟ يحافظ على مرماه بقوة. إذا خرج بنقطة، طبعا الفوز أكيد هدف للمنتخب، لكن لو خرج بنقطة ثم أخذ ثلاثة من إندونيسيا تعتبر رحلة ناجحة. ممتاز، ممتاز. رحلة ناجحة يعني في هذه الجولة. بس أنت قلت الأسباب، بس احنا نبغى الأسماء. احنا تورطنا بالأسماء. أتوقع 4-5-1 يلعب مين الأطراف؟ طيب أوكي أنت أعطيتنا وما بدون أسماء عطنا. حيلعب بالصحفي الوحدة في المقدمة. طيب من الأطراف في النص؟ بيلعب بمثلث، وبيلعب فيصل الغامدي على اليمين، وبيلعب ناصر فيصل لا مو بجناح. اطراف الوسط بالتالي. اسمحوا لي، ترى فيصل من عيوبه عبده انه مو بلاعب سرعه. ايوه إيه صحيح. ما يقدر يلعب طرف. ما هو يعني شوف انت حتى انت طرف جناح، حتى طرف ما يقدر يلعب على طرف. توديني على الطرف، توديني على الخط، خلاص انا لازم اكون عندي مميزات اكون اسرع. طيب